أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، نبدأها بالعناوين. واشنطن بوست تقول إن زيارة بوتين إلى بيلاروسيا تثير المخاوف من هجوم جديد. الغارديان تؤكد أن الإشارات الإيجابية من إيران بشأن الاتفاق النووي وضعت الغرب في موقف صعب. فاينانشال تايمز تقول إن روسيا والصين تشتركان في استراتيجيات لتقويض الناتو. يقول الخبراء إن العلامات على أن غزواً من الشمال على أوكرانيا قد يكون وشيكاً، حيث تظهر صوراً حديثة للأقمار الصناعية لبيلاروسيا، طرقاً منحوتة حديثاً في الغابات، وحركة بطيئة من المعدات العسكرية إلى الحدود الشمالية لأوكرانيا. واشنطن بوست تناولت الموضوع تحت عنوان زيارة بوتين إلى بيلاروسيا تثير مخاوف من هجوم جديد. تقول الصحيفة إنه مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عتبة 10 أشهر، حدد الرئيس فلاديمير زيلينسكي مهمة لدبلوماسييه ومسؤوليه، وهي ضمان عدم الحفاظ على الدعم العالمي لجهود كييف في العام المقبل فحسب، بل زيادته. وأعلن زيلينسكي في خطاب له أن كييف تحتاج إلى المزيد من البنادق والقذائف والدبابات الحديثة التي لم يتم تسليمها بعد إلى أوكرانيا، مكررا نداءه للحصول على المزيد من الأسلحة بعيدة المدى وتحسين الدفاعات الجوية. وتوضح الصحيفة أن نداء زيلينسكي الأخير جاء في نفس اليوم الذي أدت فيه زيارة نادرة للرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي إلى بيلاروسيا إلى تعميق المخاوف من أن موسكو تستعد لهجوم جديد على أوكرانيا، بل وربما على كييف التي ليست بعيدة عن الحدود مع بيلاروسيا. وبحسب الصحيفة تعد هذه أول زيارة لبوتين إلى بيلاروسيا منذ 3 سنوات، وكان برفقته وزير الدفاع سيرجي شويغو ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ما يشير إلى أن جدول الأعمال كان أكثر اتساعاً بكثير من البيان الرسمي الذي أشار للتعاون الاقتصادي. وذكرت الصحيفة أن بيلاروسيا أبقت جيشها بعيداً عن الحرب في أوكرانيا، لكن هناك علامات متزايدة قد تغير هذا الوضع قريباً. فقد كانت هناك زيادة في القطارات التي تنقل الجنود والمعدات من الحدود الروسية إلى بلدة بريست في جنوب غرب بيلاروسيا بالقرب من الحدود مع بولندا العضو في الناتو. وبحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، ستجري القوات الروسية في بيلاروسيا تدريبات تكتيكية قريباً. ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. دكتور سامي، يعني هنا الحديث أو هذا التساؤل حول المخاوف من هجوم جديد طبقا للصور الأقمار الصناعية التي رصدت تحركات أفردتها الصحيفة بالتفصيل في بيلاروسيا، ما مدى واقعية هذه المخاوف؟ يعني حقيقة اليوم هذه تثير مخاوف حقيقية، لأنها إذا سوف تقود إلى مغامرة، وأقول كلمة مغامرة وليس تدخل عسكري، لأن ما قام به حتى الساعة رئيس بوتين يمكن وصفه بالمغامرة، حيث أنه يعني النتائج لهذه العملية في الداخل الأوكراني لم تصب أي من الأهداف الموضوعة. هل نحن أمام الخطة ب أو نحن أمام خطة بديلة لمحاولة السيطرة على كييف؟ الذهاب إلى بيلاروسيا بهذا الشكل أو الإيحاء، كما جاء في صحيفة واشنطن بوست أن هنالك عملية عسكرية ممكنة، إذا كانت هذه العملية عسكرية ممكنة إذن أهدافها سوف تكون محاولة أخرى من المحتمل جدا أن تبوء بالفشل للسيطرة على كييف، لأن العملية الأولى لم تأتي بأي ثمار حتى الساعة ولن تأتي بثمار. أما أنا أعتقد من وجهة نظري أن الرئيس الروسي يحاول أن يقول للداخل الروسي وربما لسائر العالم أنه ليس وحيدا على المستوى الدولي،
وبيلوروسيا هي الوجهة الوحيدة التي بإمكانه أن يذهب إليها ويشحذ بعض التأييد لعمليته العسكرية في الداخل الأوكراني. صحيح أن لروسيا اليوم شركاء آخرون مثل الصين، ولكن الصين اليوم أخذت مسافة كبيرة من سياسات بوتين في الداخل الأوكراني. صحيح أنها دكتور سامي، لكن عودة إلى هذه المخاوف نتيجة هذه التحركات في بيلاروسيا، هل فقط لأن بيلاروسيا قريبة بالفعل من كييف وبالتالي سيكون الهدف من هذه التحركات هو السيطرة على كييف، أم طبيعة الزيارة التي كان برفقة بوتين فيها وزير الخارجية ووزير الدفاع؟ يعني كل هذه الأمور هي التي عززت هذه المخاوف؟ بيلاروسيا ربما لأن ربما ليس هنالك من اجتياح، أنا لا أعتقد أن هنالك خطة لاجتياح آخر، ولكن دعينا نذكر وكما أشرتم في التقرير بيلاروسيا وقفت على الحياد، لم تتدخل بالقدر الكافي، كلمة حياد ربما مبالغ فيها، ولكن لم تتدخل عسكريا كما ربما تمنى الرئيس الروسي. ربما هنالك محاولة اليوم لبعض الدعم اللوجستي في منطقة الدونباس أو مناطق ملاصقة للدونباس بحاجة روسيا إلى بعض الدعم، وربما تكون أهداف هذه السيارة أهداف محض سياسية كما أشرنا في البداية لكي تقول أن روسيا ليست وحيدة على الساحة الدولية وهنالك ولديها شركاء في سياساتها في الداخل الأوكراني. طيب، يعني على وقع هذه المخاوف وتعزيز هذه المخاوف والحديث عنها بهذا الشكل، هل هذا سيعزز من فكرة المساعدات لأوكرانيا؟ يعني ما دفع الرئيس الأوكراني لطلب هذه المساعدات وليس فقط على الإبقاء عليها؟ هذه بل نقطة بل مهمة جدا. نعم. هذه نقطة مهمة جدا، والرئيس الأوكراني زيلينسكي نعم يحاول تكبير حجم هذه المشكلة، يحاول تكبير حجم هذه المخاوف لكي يحجز مزيدا من الدعم، خاصة أن الدعم قد انخفض نسبيا في الفترة الأخيرة لا سيما من قبل الشركاء الأوروبيين. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن تحديدا ما زالت تدعم بشكل كبير أوكرانيا، نعم هنالك أسئلة كبيرة حول استدامة هذا الدعم طرحت خلال الفترة الانتخابات النصفية في أمريكا، ولكن يبدو أن هنالك عودة للدعم للشريك الأوكراني. أما الحكومات الأوروبية جزء كبير منها تأخر في تقديم الدعم، ربما لانشغالاتهم، ربما لانقسامات سياسية كبيرة في مقاربة الملف الأوكراني. يعني رأينا بعض الأصوات المختلفة تقوم من إيطاليا مثلا، من دول مثل إسبانيا، ولكن إذن يحاول الرئيس زيلينسكي الاستفادة من هذه الزيارة الروسية لبيلاروسيا لكي يعزز ويشحذ مزيد من الدعم لأوكرانيا لا سيما الدعم العسكري. طيب، بيلاروسيا هل ستبقي جيشها بعيدا عن هذه الحرب ام انها قد تنخرط فيها ولو من باب يعني فتح يعني خطوط السكك الحديدية لنقل المزيد من الجنود والمزيد من المعدات؟ بيلاروسيا تعلم أن يعني أي مساعدة مباشرة وأي تدخل مباشر لقواتها في الداخل الأوكراني سوف يعرضها إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية، إلى مواجهة مباشرة مع دول الناتو ومع دول ومع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا أستبعد أن تبدل من
من موقفها تجاه الأزمة الأزمة الأوكرانية. نعم، هي نوعا ما في المعسكر نفسه الداعم للرئيس بوتين، ولكن ليس الدعم المطلق، وربما تحاول أيضا أن تستفيد من هذه الفترة ربما لتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، لأنها تريد ثمن أو قد تطلب ثمن لحيادها العسكري في هذا الصراع. قمعنا دكتور سامي نادر، حالما أذهب إلى العديد من الموضوعات الأخرى ثم أعود إليك مجددا. نتابع الآن من موسكو كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من يقوم بمهمة تعزيز أمن وسيادة روسيا في منطقة الأركتيك وكذلك في مجال النقل البحري. القبطان سيرغي وكذلك أن تنبوظة التي تقوم كذلك بكل ما في جهدها في مجال تربية الحيوانات، وهناك الكثير من الأعمال والإنجازات وخاصة لشبابنا. أنتم تكتبون تاريخنا وتضعون أساسا للإنجازات المستقبلية، وأشكركم من كل أعماق قلبي وأهنئكم بحصولكم على أوسمة الشرف ولقب بطل الدولة، وشكرا لاهتمامكم. Указом президента Российской Федерации замужество и героизм проявлены при исполнении Минского договора. Российской Федерации بلقب بطل روسيا. القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشكركم على تقييمكم العالي لأعمالي وأعمال المجندين لدي، وهذه الجائزة وهذا الوسام هو ليس لي وحدي وإنما لزملائي الذين ينفذون المهام الموكلة لهم. كما يقال، لا يوجد أبطال يولدون، وإنما الأبطال يصنعون أنفسهم، و الجميع يقومون بتنفيذ أعمالهم بكل نجاح في جبهات العملية العسكرية الخاصة. يعتبرون كلهم أبطال، وهم يقومون بإحلال العدالة والسلام. إن القانون في المدرسة التي تعلمت فيها، نحن الروس، نحن أحفاد الأبطال العظماء، وبالتالي فإن النصر سيكون حليفنا. وشكرا جزيلا. Майору Широкову Константину Викторовичу. Раид Константин Широков. Юмнах би баталь. Белякаб баталь Русия. особые трудовые заслуги перед государством. إذن كانت هذه كلمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونستأنف مطالعاتنا الصحفية. يشير محللون سياسيون إلى أن إحياء الاتفاقية النووية بين إيران والغرب يعني رفع العقوبات عن بلد يقوم بقمع الاحتجاجات بوحشية ويسلح روسيا في حربها ضد أوكرانيا. الغارديان تناولت هذا الموضوع تحت عنوان الإشارات الإيجابية من إيران بشأن الاتفاق النووي وضعت الغرب في موقف صعب. قالت الصحيفة إن القوى الغربية تواجه معضلة محتملة
بعد دفعة مفاجئة من جانب طهران للإشارة إلى إحراز تقدم لإزالة آخر العقبات العالقة أمام اتفاق متجدد للإشراف على برنامج إيران النووي. وبحسب الصحيفة فإن الاحتمال المتمثل في إحياء جو بايدن للاتفاق النووي لعام 2015 والذي من المحتمل أن يرفع العقوبات ويفتح الطريق أمام إيران لجني مليارات الدولارات من صادرات النفط سينظر إليه على أنه خيانة من قبل مؤيدي احتجاجات الشوارع المستمرة منذ 3 أشهر. أضافت الصحيفة أن احتمال إحياء الاتفاق النووي يرسل إشارة مثيرة للجدل إلى أوكرانيا حول أولوية واشنطن، فقد اتهم الغرب إيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات بدون طيار، وحثت الأمم المتحدة على فتح تحقيق فيما إذا كان هذا الإمداد يمثل انتهاكاً لالتزامات إيران بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي الحالية. لكن الصحيفة توضح أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن إيران أصروا على ضرورة التعامل مع تقييد البرنامج النووي الإيراني بشكل منفصل عن جميع القضايا الإيرانية الأخرى بما في ذلك تسليحها لروسيا والقمع الداخلي. هذه عودة إلى بيروت لمناقشة هذا الملف، الاتفاق النووي الإيراني، مع الدكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك مجددا دكتور سامي. أهلا بكم. هنا الحديث عن إحياء الاتفاق النووي أو الإشارات أو التلميح أيا كان أو أيا كانت الصيغة من قبل إيران بإحياء هذا الاتفاق النووي، هل بالفعل يمكن بذلك أن يغض الطرف عن يعني تحفظين وهما قمع الاحتجاجات وتسليح روسيا من قبل إيران؟ يعني إنها مناورة دبلوماسية من وجهة نظري من قبل الإيرانيين والسلطة في إيران من أجل تعميق الخلاف في الداخل الأوروبي وفي المعسكر الغربي تحديدا، خاصة أنه هنالك تمايزات كبيرة في الموقف تجاه الملف النووي الإيراني. نعم، هنالك قرار من الإدارة بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي. هذه كانت الحال منذ سنتين، ولكن طرأ حدثين مهمين أشرتما إليه. الحدث الأول هو الأحداث التي والمظاهرات أو شبه الثورة التي تدور في الساحات في الداخل الإيراني استقطبت كل الاهتمامات وأصبحت الأولوية بالنسبة لسائر العالم أو العالم الذي هو اليوم في مواجهة مع الإيرانيين. هذا من جهة. من جهة ثانية هنالك اتهام لإيران بدعم روسيا بالطائرات من دون طيار، وبالتالي لم تعد الأولويات فقط محصورة بالمسألة النووية. اليوم إيران تحاول أن تقدم تنازلات في مسألة الملف النووي. هي أتاحت لوكالة الذرة الدولية زيارة أخيرة تمت منذ أيام، وبالتالي تعطي مؤشر أنه لم تعد هنالك خطوط حمر كتلك التي وضعتها حينما قالت لا نريد أن نناقش مسألة الآثار الذرية التي ظهرت عام 2019. إنها اليوم تعود عن هذه الخطوط الحمراء، ولكن هل تعود لأن لديها النية بالعودة للاتفاق النووي أو لأنها تريد أن تحرف الأنظار عن ما يدور في الداخل الإيراني، عن كل هذا الضغط على إيران لمساندتها لروسيا في الحرب في الداخل الأوكراني. وبالتالي نعم، يعني هذا يضع الحكومات لا سيما إدارة بايدن في موقف صعب. صحيح، يعني من أين يتأتى نعم. هذا الموقف الصعب؟ هل يلقي بالا أو هل الأمر بمثل هذه الخطورة على جو بايدن أن يتهم بالخيانة لمؤيدي احتجاجات الشارع؟ نعم. أم يعني الأخطر هو مسألة موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هذه نقطة مهمة جدا، من أين يأتي الصعوبة أن هنالك يعني موقف أو مصالح متناقضة للولايات المتحدة الأمريكية. من جهة مصلحتها الاقتصادية تقول بالمضي في هذا الاتفاق لأنه سوف يفتح المجال لضخ مزيد من النفط الإيراني في الأسواق، وبالتالي يساهم في ضبط التضخم وهو الآفة الكبرى اليوم في الداخل، الهم الأول لدى الأمريكيين. ولكن هذا يعني أن يغض النظر عن مصالح أمريكا الأخرى استراتيجية، أي مصالحها في أولا الدفاع عن الشعب الإيراني، وهنالك التزامات معنوية، هنالك أيضا مصالح لشركاء أمريكا استراتيجيين في الشرق الأوسط الذين هنا هم في مواجهة مع إيران، وهنالك حرب يقودوها داخل روسيا متهمة إيران بالاصطفاف إلى جانب الروس. إذن هنالك تناقض في المصالح، المصالح الاقتصادية تقول شيء، والمصالح الاستراتيجية والعلاقات التاريخية لأمريكا تقول شيئا آخر. ربما هذا هو الهدف من هذه المناورة من وجهة النظر الإيرانية. الدكتور سامي نادر، مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. نواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. كونيمست تشير إلى أن رئيس أركان فلاديمير زيلينسكي يتحدث عن كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، ويقول إن المحادثات هي الخطوة الأخيرة للسلام وليست الأولى. نيويورك تايمز تقول إن القوة الإلكترونية الأمريكية تساعد أوكرانيا في إحباط الهجمات الروسية. وول ستريت تؤكد اتفاق وزراء الطاقة الأوروبيين على سقف طارئ لسعر الغاز الطبيعي. فاينانشال تايمز تقول إن لجنة تحقيق السادس من يناير في هجوم الكابيتول توصي بتوجيه اتهامات جنائية ضد دونالد ترامب. إيكونومست تؤكد أن موجة كورونا تكشف عن عيوب في النظام الصحي في الصين، وتوضح أنه أفضل مما كان عليه من قبل، لكنه لا يزال بحاجة إلى الإصلاح. سفيرة واشنطن في التحالف الأمني لشمال الأطلسي الناتو تشجع الدول الأعضاء في تشديد مواقفها تجاه بكين. فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان: روسيا والصين تشتركان في استراتيجيات لتقويض حلف شمال الأطلسي. تقول الصحيفة إن جوليان سميث سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو حذرت من أن روسيا والصين تشتركان في مجموعة من الاستراتيجيات لتقويض أعضاء الحلف، وحث العواصم الغربية على تكثيف الجهود للدفاع عن نفسها ضد كل من موسكو وبكين. وبحسب الصحيفة فإن واشنطن تدفع أعضاء التحالف عبر الأطلسي لتشديد موقفهم تجاه الصين، مستشهدة بالتطورات العسكرية في بكين وتهديداتها للبنية التحتية الغربية الحيوية مثل شبكات النقل والطاقة وشراكتها عبر الغير المحدودة مع موسكو ودعمها لحربها ضد أوكرانيا. توضح الصحيفة أن العديد من الدول الأوروبية أقل تشدداً تجاه الصين من الولايات المتحدة، فهي مترددة في تعريض علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بكين للخطر، في حين أن الأعضاء الأوروبيين الآخرين حذرين من أن أي نقاش حول سياسة الناتو المستقبلية كي لا تصرف الانتباه عن الجهود الرامية لدعم أوكرانيا وهي تتعرض للقصف الروسي. وتذكر الصحيفة تأكيدات سميث على أنها نية الولايات المتحدة ليست دفع الحلفاء الأوروبيين لتحويل تركيز التحالف ضد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولكن لضمان اتباع الحلف لسياسات دفاعية داخلية قوية. وفي سبتمبر الماضي أجرى الناتو أول مناقشة مخصصة له بشأن تايوان التي تواجه تهديدات متزايدة لأمنها من الصين. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا، نتابع أبرز عناوينها. واشنطن بوست تقول إن إضراب الممرضات في المملكة المتحدة بسبب الأجور يختبر نظام الرعاية الصحية الذي يمر بأزمة بالفعل.
فاينانشال تايمز تؤكد أن سام بانكمان فريد يوافق على تسليمه للولايات المتحدة بعد جلسة محكمة في جزر البهاما، وسيواجه مؤسس بورصة العملات الرقمية المنهارة FTX اتهامات جنائية ومدنية في نيويورك. إيكونومست تتساءل لماذا تراهن القوى النفطية في الخليج على الطاقة النظيفة، حيث تضع أرامكو وأدنوك وغيرهما رهانات بمليارات الدولارات على تحول الطاقة. فاينانشال تايمز تؤكد أن برلين وباريس تحثان بايدن على تمديد مزايا الدعم الأخضر، وتدعو أقوى دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى تمديد فوائد السيارات الكهربائية للمصنعين الأوروبيين. وول ستريت تقول إن استطلاع إيلون ماسك على تويتر أظهر أن المستخدمين يريدون منه التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي، فقد قال 58% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب أن يرحل بعد أن سأل الملياردير على منصة التواصل الاجتماعي ما إذا كان عليه البقاء أم الرحيل. نصل بذلك إلى ختام هذه الجولة في الصحافة العالمية. إلى اللقاء.